أنا اسمي أنس. بعد ما قررت أدرس في الجامعة فكرت أزور كلية الإعلان، ومن يوم ما دخلت المبنى حسيت أن الدراسة فيها غير. فجأة اكتشفت أنها أول كلية في الشرق الأوسط تتخصص في الإعلان. معقول الناس ما يعرفوا ده الشيء؟ أنا كنت أحسب أني في الجامعة هحتاج الورقة والقلم كل يوم، بس شكلي في الكلية دي ما هحتاجهم كثير. انتوا تحسبوا انه البديل حاجة بسيطة في الجي سي اي؟ ترى البديل عبارة عن برامج عالمية كثيرة مجموعة في كل جهاز. حياتنا مو كلها دراسة على فكرة، التطبيق يساعد على التطوير، واحنا هنا بنطبق كل شيء تعلمناه، وهو ده اللي يميزنا. شوفوا، احنا ما ننكر انه كلياتنا التانية مرة حلوة، بس هنا منبع الإبداع.